انا عايز اقول لك على حاجه. تيجي تكسب المقاولين، لا اصل المقاولين عماد النحاس، تكسب اسوان، لا اسوان واقع. طب تكسب الانتاج، لا اصل الكابتن مختار. تكسب الجونه، تسمع راي احمد الخضري الناقد الزملكاوي. انتصارات الاهلي تربك الزمالك؟ اكيد المنافس التقليدي، اكيد طبعا كل ما الاهلي بينتصر او بيفوز ده بيعمل ضغط على الزمالك، زي ماتش او خصوصا لما يبقى في نفس اليوم بيعمل ضغط بعد كده. لكن ماتش الجونه برضو لازم نستثنيه. انا كتبت ان ده تقسيمه، يعني اكتر يعني اقرب للتقسيمه. ده ما نحطوش في انجازات الفايلر، يعني ده ماتش يعني ليه؟ هو فايلر ليه؟ فايلر اللي عليه ان كل ما يلاقي المنافس ممكن تقتله كرويا تعمل كده، فهو عمل كده. هو ما اكتفاش بهدف ولا التاني، ده سجل بفريقه 4 وواصل لحد نهايه الضغط. هو لا، انا ما بتكلمش عن الـ عن الـ عن الاهلي كان كويس او وحش، انا بتكلم عن الجونه. دي اسوأ مباراه في التاريخ ممكن يلعبها. اللعيبه بتلعب بارتياحيه شديده جدا. لا، ماتش لا يرتقي ان هو يبقى حتى في الدوري الممتاز. هل من ورا كلامك تلميحا بانه الجونه تساهل؟ لا مش تساهل، عارف زي ضرب الحبيب، مش عارف زي كده، يعني حاجه كده زيتنا في دقيقنا، لكن مش متساهل. هو ده معناه تساهل؟ لا يعني ضرب الحبيب، لا يعني مش تساهل، يعني العمليه ايه؟ انا مش عايز اقول لا انهم مفوتين الماتش والكلام ده، لا يرقى لكده، لكن ما فيش. لم ياخذ الامور بجديه. مثلا كده. صدق انا صعبان عليا اخونا احمد الخضري، هو هيفضلوا كل مباراه يدوروا على حاجه، دي زيتنا في دقيقنا، ودي مش عارف عجة بالإيه، ودي بالسمنة البلدي، ودي كانت في أسوان، وده مجهد. في كل مباراة لازم ندوره على سبب تاني غير إن الأهلي المتفوق. طب والزمالك وإنبي كان ماله؟ عمل إيه؟ ده كريم حسن شحاتة يعني ضربة الجزاء اللي اتحسبت يتحكي فيها كتير والله. بلاش رأينا، نشوف رأي كريم حسن شحاتة. وعشان نكون صادقين اكتر، ضربه الجزاء اللي اتحسبت للزمالك النهارده غير صحيحه، وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي في الملخص. يعني ورغم هذا، ورغم زيتنا ودينا، ما هو انت لما يبقى عندك زيت ودي حاجه كويسه، كل بيتزا انما بقى ما فيش زيت ما فيش دي هتعمل ايه؟ على كل حال يعني فليكن، احنا مش عايزين نلتفت الى هذا النوع من الكلام، ويا رب نفضل لاخر الموسم في اسباب غير قوه فايلر وغير قوه الاهلي بتؤدي الى اكتساح الاهلي للمباريات بشكل سري او بشكل غير معلن. نشوف هاني حتحوت. بالمناسبه بالكلام عن ماتش الزمالك امبارح مع انبي، النهارده لجنه الحكام، دايما بقول مقدمه كده قبل ما اقول الخبر اللي هقوله عن لجنه الحكام، ستنفي ربما لجنه الحكام الخبر ده، وربما وهي لن تعلنه وربما تنفيه. ليه؟ لان هو قرار ايقاف. الكابتن هاني عبد الفتاح مساعد مباراه الزمالك مع انبي بالامس تم ايقافه لاجل غير مسمى، لم يتم تحديده وحتى مش هيتم تحديده، ممكن يكون مباراتين ثلاثه، وهو بسبب القرار اللي حسب بيه ضربه الجزاء، و شافت لجنة الحكام انه ورط بالكابتن محمد الصباحي بضربة الجزاء اللي حسبها على امبي لمحمد اوناجم. هي ضربة جزاء واضح ان هي مش صحيحة، وكانت ممكن تعمل مشكلة في نقاط المباراة، لانه لولا هدف امبي اللي في اخر المباراة فكان ممكن يفقد امبي بسببها نقاط. طيب يعني هو يعني كل الناس دلوقتي بتعترف ضربة جزاء غير صحيحة لانه نكتة؟ لا، عشان نتيجة المباراة خلاص اتحسبت، ما فرقتش. لكن لو واحد ما كانش حابب تسمع الكلام ده، يعني دي زيتنا ودينا، وده انبي والجاز بقى. ما علينا، احنا ده همنا الوقت، احنا بس لا نتمنى لا حكام تتوقف ولا تتعاقب، اصل ده بمناسبة ولا فرقة تتظلم. لا، بمناسبة ان تألق الكابتن البنا في تونس، ما هو في المغرب، في المغرب. يا جماعة ما حدش قال ان حكامنا مش عارفين، ده هو ده دي مشكلتنا. كل مره بنقول لهم حكامنا بيتضغط عليهم، حكامنا مش واخدين يعني راحتهم، هنا بيحكموا تحت ضغوط وتحت يعني مش عايز اقول توجهات يعني.
لكن لما بيطلع بره يعني تتألق في الديربي المغربي وتعمل مشكله في سيراميكا والهولقانا النهارده. اه طيب. في الدرجه الثانيه دي المشكله بقى، ضغوط حكامنا حتى في الدرجه الثانيه رغم تألقهم في الخارج. ده همنا الوقت.